عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. أيها الأحبة الكريمة، عشاق الأصالة والتراث، تتواصل الانطلاقات والتحديات على بركة الله وتوفيقه. أعلنت انطلاقة شوطا من أشواط الخير والبركة، شوطنا عندنا شوط يعتبر هنا شوط رئيسي لفئة الحول الأبكار المحليات الأصايل في هذا المسار وفي هذه التحديات. على بركة الله نسير وننطلق مع هذه التحدي، مع هذه الإشارة، إشارة البدء بهذه الانطلاقة، أول تحديات الحول، أول الانطلاقات. إذن أيها الحبل الكريم، شوط يحمل إثارة، يحمل منافسات. هناك عند الكيلومتر الأخير سنشهد التحديات والإثارة ما بين هذه الأسماء القوية والأسماء المتواجدة في هذا الشوط. إذن أيها الحبل الكريم، نسير مع البداية مع المركز الأول، من تتقدم على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى في هذه اللحظات. اللي شاهينية سليم بن حليط بن حميد الدرعي من يقدم لنا انطلاقة الشاهينية على المركز الأول، بينما المركز الثاني هنا وصلة العزوم محمد بن حمد بن حميد راعي حير الدرع من ياتي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هنا الوصول، هنا التقدم، هنا الانطلاقه. الله يا سلام، هنا الوصول عاليه. محمد بن حمد بن سالم الدرع من ياتي على المركز الثالث، بينما رابع المراكز، رابع المنطلقين الواصله وصلت هنا، تواقع المركز الثالث في هذه اللحظات. تواقع سعيد بن سهيل بن حميد الدرع من ياتي على المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس هنا ايها الحبل الكريم وصلت مهمه حمد بن سيف، حمد بن سعيد بن سيف الدرع من ياتي على المركز الخامس، والمركز السادس الوصول من الجانب الاخر مياس حامد بن مسلم بن سعيد الدرع من ياتي على المركز السادس، بينما الدخول ايضا في هذه اللحظات من قبل مخيفه سلطان بن خليفه بن محمد الدرعي. اعود الى شعار بن حليط من يسيطر على المركز الاول، على الصداره الاولى، على الانطلاقة الأولى. ما شاء الله على هذه التحديات وعلى هذه الإثارة القوية. الشاهينية سليم بن حليط بن حميد الدرع من ياتي على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى، ولكن الضغوطات القادمة العزوم، العزوم يا سلام، هذه العزومة صاحبة إنجازات عديدة وكثيرة، أعرفها جيدا ما شاء الله. العزومة على المقدمة، على الصدارة، العزومة محمد بن حمد بن حميد راعي حير الدرع من ياتي ويقدم العزوم. يا سلام، العزومة على المقدمة، الله الله، يا سلام. المركز الثالث القادمة المنطلقة، ثالث المراكز عالية، من تقدم محمد بن حمد بن سالم الدرعي من ياتي، الله
هلا والمركز الرابع القادمة المنطلقة الواصلة الله مهمة مهمة حمد أبو سعيد أبو سيف الدرع من يقدم لنا مهمة على المركز الرابع والمركز الخامس القادمة تواقع سعيد أبو سهيل أبو الحميد الدرع الله والمركز السادس هنا الانطلاقة هنا التحديات والإثارة والقادمة مخيفة سلطان أبو خليفة بن محمد الدرعي لكن أعود معك يا الحليط يا سلام يا سلام الكل قادم الكل قادم الكل قادم الله الله يا سلام على هذه العروض التي تقدمها هنا انطلقت هذه التحديات وهذه الانطلاقة المثيرة الشاهينية أسليم بالحليط بن حميد الدرعي ما شاء الله على هذه العروض التي تسيطر على البداية والقادمة والعزوم العزوم الله يا شاعر مصانع القلوب هنا يتواجد على المركز الثاني مع العزوم محمد بن حمد بن حميد راعي حير الدرعي الله يا العزوم عزومها قوية عزومها قوية ما شاء الله تبارك الله على هذا التغيير الذي طرى وجرى غيرت العزوم وانتزعت بساط المركز الأول هنا ما تسيطر محمد بن حمد بن حميد الدرعي من ياتي على المقدم المركز الثاني هنا الشاهنية أسليم بالحليطة بن حميد الدرعي والمركز الثالث مهمة حمد بن سعيد بن سيف الدرعي والمركز الرابع على ما يبدو له أشعار بسالومي من يتواجد الله الله يا سلام عالية محمد بن حمد بن سالم الدرعي من ياتي على المركز الرابع والمركز الخامس هنا الانطلاقة هنا التحديات مياسة حامد بن مسلم بن سعيد الدرعي ولكن أعود إلى العزوم أعود إلى العزومة من تقترب من خط النهاية من خط الفوز والانتصار الله تفتتح هذا الكيلومتر الأخير هذا الكيلومتر الخطير العزوم 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 يا سلام على هذه الانطلاقة محمد بن حمد بن حميد الدرعي والمركز الثاني هنا أيها الحبل الكريم عندك يا مالك ثانية سليم بن حليط بن حميد الدرعي ولكن حصل دخول مهمة 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 الله يا مهمة الشوط الرئيسي للحول يسير وينطلق مع هذا المركز الثاني يا سلام مهمة حمد بن سعيد بن سيف الدرعي من القادم من الواصل وصلت هنا مخيفة سلطان أبو خليفة بن محمد الدرعي لكن الله الشوط الرئيسي للحول الله يا سلام روع عند العزو روع عند الصدارة العزوم العزوم يا العزوم ما شاء الله على هذه المسار الكبير أول أشواط الحول أول أشواط الحول لكن حذاري ارصد القادم الكل واصل الكل واصل مهمة حمد سعيد سيف الدرعي وأيضا القادمة المنطلقة بخيفة سلطان أبو خليفة بن محمد الدرعي يا سلام يا سلام الانتهار الأخير الانتهار المجنونة يا سلام تابع 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 مخيفة 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 سلطان أبو خليفة بن محمد الدرعي ينتزع المركز الأول مع الامتار الأخيرة سلام وتحية واحترام الشوط الرئيسي للحول تهانينا والنامات يا مالك مخيفة مخيفة تاي سلطان أبو خليفة بن محمد الدرعي المركز العزوم محمد بن حمد راك حي الدرعي المركز الثالث أيها الحفل الكريم وصلت مهمة حمد بن سعيد بن سيف الدرعي والمركز الرابع رابع المراكز وصلت أيها الحفل الكريم رابع المراكز رابع المراكز رابع المراكز أركيبة وصلت سلطان بن سعيد بن سهيل الدرع والمركز الخامس خامس المراكز وصلت اللي هي غزوة ملك عبد الله بن سلطان بن الصريدي الدرع والمركز السادس سادس المراكز وصلتها مشغلة محمد بن علي بن سعيد بن سبع الدرع والتوقيت الزمني 8:11:56 من الثانية نعود بالثانية والناموس تهانية مالك مخيفة سلطان أبو خليفة سلطان أبو خليفة بن محمد الدرعي التي انتزعت المركز الأول وحصلت وغيرت مع الامتار الأخيرة تهانينا لسلطان أبو خليفة بن محمد الدرعي